تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. خالد فطوطه وفاصل جديد من الصياح، ولكن هذه المره بتطاول وبتجاوز على اداره النادي الاهلي وعلى الكابتن او الوزير العمري فاروق، بعد ان هو يعني منزل بوست على السوشيال ميديا ان جماهير النادي الاهلي جماهير قويه، جماهير عظيمه، جماهير في كل مكان، مش محتاجين نروح اسوان لا بقطر ولا بوجبات ولا بسندوتشات. ايه يعني البوست ده جنن خالد الغندور، خلاه يعني يفقد صوابه على الهواء ويقول على النادي الاهلي واداره النادي الاهلي انتوا رخمين، انتوا بتطلعوا بيانات احنا عايزين نسكت، انتوا اللي عمالين تهيجوا الدنيا، احنا ملتزمين الادب والاحترام الى اخره. تعالوا نطلع ونسمع خالد الغندور واحنا ردين عليه في قلب الفيديو. بس ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي قبل ما تشوف الفيديو وتدعمنا بلايك وشير، اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف خالد فطوطه قال ايه ونرجع نكمل كلام ده. يلا بينا. خلاص بس وده اللي هيودينا برضو لحاجه لذيذه جدا يا جماعه عايز افهمها لبعض الناس. اسوان لعب مع الزمالك وكسبنا 2-1 ولعب ماتش كبير قوي قدامنا، فالاعلام قعد يقول لك فيريرا بعد الماتش راح قال لايمن رمادي يا ريت تلعب بنفس القوه والتركيز والحماس قدام الاهلي. فطبعا اسوان لعب مباراه خارج نطاق الخدمه وفرقه تانية خالص، ولا تركيز ولا حماس ولا اي حاجه خالص امام النادي الاهلي. طبعا مش هتكلم على الكوع يعني الجول الاولاني بالكوع ولا حاجه، مش مشكله تحكيم نعديها. فالبعض يقول لك ما الزمالك ما انتوا اتغلبتوا 3 من النادي الاهلي. فطبعا دي ناس ما بتفهمش كوره، لان الكوره كل مباراه وليها ظروفها. بدليل مثلا انا وانا وحش كسبت فيوتشر وعندي نقص عددي وعندي لعيبه كتير ما بتلعبش وفيوتشر احسن في جدول الدوري العام في الترتيب عني وكده، وفي نفس الوقت الاهلي وفيوتشر بيلعب 10 كان مغلوب 1-0 وجاب التعادل وضيع ضربه جزاء. انا كسبت سيراميكا، الاهلي ما عرفش يكسب سيراميكا. عادي، دي كوره، كل مباراه ليها ظروفها. صح يا كابتن، عندك حق. فعلا كل مباراه ليها ظروفها. والمثال بالمثال يذكر، بيراميدز خرجك من كاس مصر وهو مطرود منه لاعب وكان بيلعب 10 لعيبه، وانت ما عرفتش تفوز عليه في كاس مصر على الرغم ان انا مديله 3-0 في الدوري. فالمثال بالمثال يذكر. كمل يا استاذ خالد عشان احنا ما بنحبش نقاطعك، عشان انت راجل بتفهم كوره والناس كلها ما بتفهمش، انت بس الوحيد اللي بتفهم في كوره، فاحنا بناخد منك وبنتعلم بصراحه، انت راجل علامه. قول يا كابتن. وكمان البعض اللي انا بعض وبحاول ان انا اهدي الموقف واحاول اقلل نسب التعصب اللي موجوده، وبحاول ان انا اتكلم في قناه النادي بتاعي بطريقه ايجابيه عن كل الانديه بما فيهم المنافس، ولكن للاسف في ناس يا جماعه بتستفز الزملكاويه، في ناس عايزه تستفز رئيس نادي الزمالك. فما يجي الاقي مسؤول او 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 مسؤول في مجلس اداره للنادي منافس او مقدم برامج وصحفي في نفس الوقت في النادي المنافس يطلع يقول لك ايه؟ احنا جمهورنا في كل حته مش مستنيين قطر ولا سندوتشات. تفتكروا ايه المسؤول اللي انا ارد عليه؟ يعني واحد زي ده ارد عليه في ايه؟ وتفتكروا الناس دي يعني الناس دي بتستفز المستشار مرتضى ولا بتستفزنا ولا يعني، ويجي يقول لك في الاخر وبعد كده يطلعوا بيان، يعني بعد كل ده ويطلعوا بيان. يا اخي ده انتوا رخمين قوي، ده انتوا ناس غراب جدا. واحد يستفزك وبعد كده لما تيجي تشتغل بنفس اسلوبه يروح مطلع بيان، انت مالك يا عم بينا يا عم، انت ما اعرفش ايه، انت تقعد ايه، لكن انت تقعد ترمي كلام. شوف مين اللي بيتكلم يا فندم، خالد الغندور اللي ليل ونهار ونهار وليل بيرمي كلام على النادي الاهلي في قناته وفي الاكونت بتاعه. طب هو انت ما شفتش الاستفزازات اللي بتشتغل من مرتضى منصور حتى على الاكونت بتاعه؟ طب الفيديوهات اللي بيعملها، طب هزاز الرؤوس اللي بيطلعوا بيلقحوا كلام على النادي الاهلي وعلى الكابتن الخطيب. يا راجل ده منتصر رفاعي استاذ في كيد النساء، هو صبحي عبد السلام والافندي التاني اللي اسمه ايه، وابو لمع الجرجير لو عمرو الدردير، اساتذه في تلقيح الكلام وفي الشغل كيد النسوان. انت مين يا عم؟ يا عم انت مين يا عم؟ بلا راي مرتضى، انت مين؟ خالد الغندور بيقول لنا انتوا بتستفزونا. شوف اللي ليهم سنين وسنين بيستفزوا في النادي الاهلي، لما واحد من اداره النادي الاهلي
يعني يرمي بوست او يرمي كلمه يتجنوا ويتشالوا ويتحطوا، لكن هو وهزاز الرؤوس لا، حلو الكلام عليه ويقول له احنا رخمين. طب لما مجلس اداره النادي الاهلي اللي بيطلع بيان رخمين، امال انتوا تبقوا ايه؟ تبقوا ايه يا كابتن اومليت؟ قول لي كده. كمل تقول كلام يمس الزمالك او يمس مجلس الاداره او يمس الجمهور، وتقعد تضايق وتستفز اللي قدامك، وفي الاخر تطلع بيان ضده. حاجه غريبه جدا يا جماعه، انا مش فاهم. هما الناس دي مش عايزه تهدى، الناس دي مش عايزه يكون في اجواء صحيه لتنافس شريف ومحترم. انا مش عارف صراحه يعني، لكن انا سعيد ان انا فرقتي وجمهوري وجمهور الزمالك وفرقتي اللي هي الزمالك ومجلس ادارتي ناس بني ادمين عاديين يتقبلوا المكسب وبيتقبلوا الخساره، وعارفين ان الرياضه مكسب وخساره، وعارفين ان احنا وقت ما بنخسر اكيد فنيا بيبقى عندنا مشاكل، واكيد مدربنا بيبقى عنده اخطاء، واكيد لعبتنا ما بتبقاش مركزه. طبعا خالد البندور بيكلم ناس من كوكب اخر، بيقول لك بنتقبل الخساره. ده مرتضى منصور بيطلع يسب للتخين. مين سبب الخساره يا استاذ مرتضى؟ جمال علام وحازم امام وسيد عبد الحفيظ والخطيب. لا انا مش هسكت، لا انا مش هسكت يا خطيب، وهتكلم على موضوع الساعات، ومش هسكت يا جمال يا علام. العيال اللي هم ما تأيدوش هم السبب. يا عم ده انت خسرت كل، لا 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 ما خسرتش كوره، ده العفاريت يا فندم. العفاريت هي اللي واقفه لك في الشبكه ومش راضي تخلي الزمالك يدخل جول، وعلى الناحيه الثانيه الواد ما لمسش الكوره والكوره بتدخل جول. لا 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 لا. ده خالد الغندور بيقول لك احنا بنتقبل الهزيمه. يا عم هو انت بتكلم ناس معلش مش قاعده معاكم في ام البلد، مش قاعده معاكم في ام القاهره. انت بتحكي في ايه؟ قول يا عمو، قول ده انت عسل، قول تمام. لكن مش طول الوقت سبب هزيمتي لا الا مؤامره من الاتحاد، لا الا مؤامره من التحكيم، لا الا مؤامره من الجمهور اللي حضر المباراه، لا الا مؤامره من النادي المنافس، لا الا مؤامره من الفار، لا الا مؤامره من اي حاجه اي حاجه. انا بقالي اكتر من دلوقتي يا جماعه بنتكلم مثلا بقالي اكتر من 35 سنه في المجال الرياضي، وبقالي تقريبا اكتر برضو من 35 سنه وانا مشهور ومعروف في مصر بالكوره. يعني وانا عندي 17 سنه لعبت فريق اول، فالناس كانت تعرفني وانا عندي 17 سنه. انا عمري ما شفت في حياتي النادي الثاني وهو بيتكلم على كميه المؤامرات اللي بتتعمل ضده زي الايام دي السنين اللي فاتت دي. اقسم بالله عمري، يعني كان زمان يقول لك الزملكاويه دول عندهم نظريه المؤامره، يعني كان زمان يقولوا كده والله. يعني مثلا جون حسن شحاته، ايه يا عم عادي بتحصل، هي ما بتحصلش. يعني ما بتحصلش الواحد يكون متغطي بخمس لعيبه وتتحسب تسلل، ما بتحصلش والله ما بتحصل. يعني اما واحد يرمي نفسه في البسين وتتحسب ضربه جزاء، ويجي الحكم بعد كده اللي حسب الكوره دي يتعين برئيس لجنه حكام، ما بتحصلش. ما بتحصلش ان يكون الكوره التاريخيه اللي هي بتاعت المقاصه يجي بعد كده الحكم يحلل لنا الصح والغلط والكوره جت ايده ولا ما جاتش ايده. صح يا كابتن خالد، كل ده ما بيحصلش. انت عارف يا كابتن خالد ايه اللي كمان ما بيحصلش؟ لما يبقى كابونجو كاسونجو يزق المدافع بتاع سموحه ويجيبها جول وتتحسب جول، لما يبقى حضرتك قاعد جنش داخل المرمى والكوره معديه الخط والحكم ما يحسبهاش جول، لما عمرو زكي يشوط الكوره في سقف المرمى وتنزل جوه الملعب والحكم يصفر ويحسبها جول. كل دي حاجات ما بتحصلش يا كابتن خالد. ومرتضى منصور ما بيطلعش يشتم مصر كلها ويعلق كل الفشل والذريع بتاع نادي الزمالك على التحكيم مره وعلى عصام هناء. يا راجل ده هو اللي مطلع عليه عصام هناء. هو احنا كنا نعرف ان حد من عيلته اسمه هناء غير مرتضى لما قال عصام هناء؟ ولكن زي ما انتم عارفين المثل اياه، تكلم الزملكاوي ليك واللي فيه يجيبه فيك. وكابتن خالد غندور يعني استاذ في الطريقه دي واستاذ في هذا الامر، يعني يحب يلغوش، يحب يقول لك كلام مش فيك، يعني يبقى بيته من ازاز مشرف ويفضل يخبط فيه. لكن هو ده خالد الغندور، هو ده خالد الغندور اللي بيمتعنا وبنتمتع بكلامه. يقول لك ده زقه بسين ومش بسين. يا راجل يا راجل، ده كارتيرون كان لما كل ما لاعب الزمالك ياخد ضربه جزاء يشاور على دماغه. يعني انا اللي قلت لكم ارموا نفسكم في الحته دي علشان هيبقى في احتكاك ويبان في الفار، ما الفار العدد الكاميرات قليله، فانت وقع نفسك وانا هجيب لك الزاويه اللي تخدمك يا سيدي. فخالد الغندور استاذ في كده، استاذ في تلبيس الحق للباطل والباطل للحق. وخالف تعرف ايده ما بتحصلش، لكن في النهايه اما يجي بقى النادي المنافس يقعد يرمي عليه كلام. زملكه الدوله، الزمالك بيأيد لعيبته وهو والاتحاد الدولي ما قالش كده، الزمالك اسمه ده الاتحاد خبى الجواب عشان ما ننظمش المباراه عشان احنا كنا عارفين ان الاهلي هيوصل النهائي. يعني كل حاجه فيها مؤامره،
لكن ما تيجي تقول مثلا في اتحاد الكره فتح الفجر عشان لعيب يتأيد فيقول لك يعمل نفسه من بنها. طب اقول لك زملكة الدوله في ايه يا كابتن خالد؟ انا هقول لك لو جينا مسكنا المداخله اللي حصلت ما بين مجدي عبد الغني وخالد لطيف قناه نادي الزمالك وهو بيقول ان عقد كهربا كان متوثق بدون تاريخ فده تزوير ودوا حاجه لصالح الزمالك، ادي زملكه الدوله. لما يبقى في سنتين احتواء ونجيب لكم اخطاء التحكيم شيئا فشيئا ومباراه طول ومباراه وخطا طول وخطا كله بيخدم نادي الزمالك يبقى في زملكه الدوله. لما مرتضى منصور يطلع يشتم مصر كلها ويشتم كابتن خطيب ويبقى عليه شهر حبس واجب النفاذ وقبلها سنه مع ايقاف التنفيذ يبقى لازم يتحبس، لما ما يتحبسش يبقى في زملكه الدوله. لما الدوله و رئيس مش رئيس هو وزير شباب او وزير الرياضه يقعد مع لاعب في نادي الزمالك ويتحايل عليه عشان يجدد سواء ساسي ولا بن شرقي فده زملكه الدوله. لما اتحاد الكوره يقول للمرتضى ادفع الفلوس اللي عليك وما يدفعش والفلوس السيستم اللي عليه وبعد ما تقفل السيستم تأيد اللعيبة بمخالفة القانون فهذه زملكة الدولة. لما كامل الوزير يجيب قطر على حساب الدولة ويجيب لكم سندوتشات وحاجة ساقعة وعصير ورايح جاي وده اسمه ايه؟ ده اسمه زملكة الدولة. لما هو كامل الوزير يطلع ويقول من ساعة ما جه الفار النادي الاهلي ما خدش ولا بطولة ومش هياخد اي بطولة ولو عايزين بطولات كسروا الفار يبقى ده اسمه ايه؟ ده اسمه زملكة الدولة. لما الناس كلها بتنشد رئيس الجمهورية وبتقول له يا رئيس يعني نستجير بيك من اللي بيعمله مرتضى منصور ليل ونهار والرئيس ما يعملش حاجة فده اسمها زملكة الدولة. لما خالد مرتجي يروح يقدم شكوى في مرتضى منصور لدى النائب العام وتاني يوم يجي له مسؤول كبير يتصل بيه يقول له روح اسحب الشكوى بتاعتك ويتضغط عليه ده اسمها زملكة الدولة. لما الحكام كلها تحكم لنادي الزمالك بما لا يرضي الله فده زملكة الدولة. لما كلاتنبرج يتقال عليه شاذ جنسيا ويتقال عليه ان هو متجوز واحد صاحبه والدولة ما تاخدش معاكم اي اجراء بالصورة البشعة اللي انتوا شوهتوا بيها الراجل وهو راح مشوه مصر كلها ده اسمه زملكة الدولة. لما تطفشوا الحكام وتتنكلوا بيهم وتتنمروا عليهم ومحدش ياخد معاكم اجراء فده زملكة الدولة. لما كرم جبر يبقى زملكاوي وما يتخذش معاكم اي اجراء فده زملكة الدولة. لما رئيس الوزراء شايف مرتضى منصور بيعمل كل الموبقات وعنده مخالفات بالجملة ويحوله للمحكمة وبعد كده ما تتقدمش المستندات خوفا من مرتضى منصور او خوفا من يحميه فهذه زملكة الدولة. كل ده على فكرة ده كل اللي انا قلته ده على سبيل المثال وليس الحصر. انا لو حصرت لكم اسباب يا راجل يعني انا مش عارف انا خالد الغندور بيحكي فيه يعني يا عم اذا كان المتكلم مجنون يبقى المستمع عاقل، اذا كنت انت بتتكلم بتبرم لا انا عندي عقل بيفكر بيه قبل ما اتكلم. انت بتضحك على مين؟ بتضحك على مين يا سيدي؟ بتضحك على مين؟ قول لي كده، بتضحك على الاهلاويه ولا الزملكاويه؟ ولا بتضحك على نفسك؟ ولا انت بتحلل القرشين اللي بتاخدهم؟ يا عم انت على باب الله، احنا خلاص احنا عارفينك، احنا كاهلاويه عارفينك ان انت اللي بيتقال لك تقوله بتقول والسكريبت يا بيتقال، لكن كجمهور زمالك ترتضي بهذا الامر؟ هل انت مقتنع بالكلام اللي بيقوله خالد الغندور ده؟ ما اعرفش، كمل يا بيه. مش واخد بالي. لما تيجي تقول له مثلا مجدي عبد الغني عمل استبدال في نص الموسم وما كانش فيه استبدال يقول لك مش فاكر. يعني طول الوقت يعني. بالمناسبه قبل ما انسى زملكه الدوري بالمره كده في النص كده افتكرتها. لما عمرو الدرديري على كلاب هاوس قال ان احنا بندعي المظلوميه عشان ناخد حق اكتر من حقنا وبناخد اكتر من حقنا دي ما اسمهاش زملكه الدوله. لما عمرو الجنايني وهو شغال في البنك وكان رئيس لجنه الرئيس اللي بتاع ده اتحاد الكوره وقال انا كنت باخد فلوس من ورا البنك بتاعي واسدد بيها ديون نادي الزمالك عشان القيد وعلشان الديون اللي عليه وعلشان يقدر يأيد لعيبه ده ما اسموش زملكه الدوله يا كابتن خالد؟ كل اللي انا قلته ده ما اسموش زملكه الدوله؟ تعال على الجانب الاخر، النادي الاهلي ينكل بيه واعلامه اعلام الفريق بتاعه ما تدخلش ولا المعدات ويضيقوا على التراس ويضيقوا على جماهير النادي الاهلي ويطفشوا الخطيب في حياته ويخلوا مرتضى منصور يدوا قناه بلاش ما عليهاش لسه ترخيص، مرتضى قلب لسانه انا قناه الزمالك لسه ما خدتش الترخيص بتاعها علشان وده قال له اتفضل ادي المفاتيح اعمل اللي انت عايزه وادي الهوا بيطلع بميعاد وبينزل بميعاد. دلوقتي هو في احتقان شديد في الشارع قال له لا استنى لما الموضوع يهدى شويه، الموضوع يهدى الناس كده هيجي يا عم اصبر هيجي لك وقتك وبيروحوا يطلعوه في الوقت المناسب. فمرتضى ساكت بتعليمات وبيطلع بتعليمات
وتقول لي ما فيش زملكه الدوله يا اخي. كمل يا بيه. يعني يجي يقول لك مثلا كهربا هربان، يقول لك لا مش هربان. طب كهربا خلاص في قضيه يا جماعه والزمالك يا باشا. كهربا هربان والله العظيم، كهربا هربان، هربان من الظلم ومن التدليس ومن التنكيل ومن قلة الأدب ومن الشتايم ومن الإهانة، وإن هو يهان ويتسب ويتنمروا عليه. هربان من كده؟ أيوه هربان. هربان من ناس معرفتش قيمته. يا راجل ده مرتضى منصور فضل يشتم فيه ويقل أدبه عليه في التمرين قدام أصحابه، وقال له ما تتنططليش ما تعمليش، فالراجل ما استحملش. هو أنت فاكره زي فتوح وعبد الله جمعة أو زيك؟ مش كل الناس ما عندهاش كرامة، لا، في ناس عندها كرامة وبتحب نفسها أكتر من فلوس. لكن خالد الغندور يعني الله يسهل له. يلا خالد عشان نقفل، عشان الناس خلاص صدعت مني ومنك. يلا. كتب القضية، لا برضه مش هربان. برضه مش هربان. طب لا لا لا، هو لم يتم توثيق العقد. طب هو لو العقد مش موثق، هو كهربا ليه لعب في السنه اللي العقده مش موثق فيها؟ يعني ليه لعب؟ انا راجل دلوقتي مثلا عقدي بايظ او عقدي متزور مثلا، خلاص، فانا شايف ان عقدي متزور، هلعب ليه؟ يعني مثلا افرض مثلا انا مشيت من قناه الزمالك، وفجاه كده لقيت مستشار مرتضى منصور بيقول خالد غندور مضى على العقد جديد في قناه الزمالك وانا ما رضيتش على حاجه. هاجي اطلع في القناه واقعد اطلع كل يوم، وبعد سنه من ظهوري في القناه اجي بقى اخر شهر من العقد اللي هو بس استنى خالد عشان نوضح النقطه دي عشان نقفل، عشان خلاص انا عرفت. بص يا عم خالد، اولا كهربا كان ماضي ب 10 قروش في الاول، لما تالق وتعامله والدنيا مشيت معاه قال لهم ال 10 قروش دي قليله، انا عايز 50 مش 10، 50 قرش مش 10، انا بديكم مثال. قالوا له ماشي امضي هنا اهو، وهندي لك 50 بعد نهايه عقدك. عقدك ينتهي امتى؟ بعد 6 شهور، بعد سنه، تمام؟ راح ماضي على عقد تاني بدون تاريخ. بعد كده راحوا وثقوا العقود اللي هي اصلا من غير تاريخ، وعقود باسعار غير السعر اللي هم متفقين عليه، ومرتضى منصور عمل لعبته وعمل حركاته والدنيا تسبكت. وليد العطار قاعد بقى، وكان مجاهد قاعد، والدنيا تمام التمام. وليد العطار ده اس الفساد ده، بص كرشه بقى عامل ازاي من كتر اللغ، بصوا عامل ازاي. فوليد العطار ده هو البيك بص هناك، هو الزعيم، زعيم العصابه. فاللي انا عايز اقوله لكم ان تم تزوير عقد كهرباء باعتراف مجدي عبد الغني على قناه نادي الزمالك انه كان رايح بدون توثيق. ولكن بص يا سيدي، هو بتوثيقه كل حاجه تمام وزي الفل، والراجل مش طايقكم مش عايز يقعد معاكم، خلاص هتاخدوا فلوسكم على الكوتشي. خلاص يا عم خالد، فتسكت بقى عشان احنا صدعنا الناس ويعني طولنا على الناس. انتهى الفيديو بتاعنا. ما تنساش اخويا وحبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو. اول مره تشوفني، اول مره تخش قناتي، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما تفوتكش اي فيديو بينزل على قناه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره. كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.